بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية حابب أعرف عن نفسي، معكم وليد الصقر المشرف على شهادات المطابقة في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون. احنا طبعا في هيئة التقييس مسؤولين عن تطبيق شهادات المطابقة على جميع المركبات التي ترد إلى دول مجلس التعاون. احنا المسؤولين عن التأكد على المطابقة لهذه المركبات كلها، المركبات الجديدة سواء كانت شاحنات أو سيارات ركوب أو حتى حافلات، نطبق عليها المواصفات التي اعتمدت من قبل الدول الأعضاء. جميع هذه المواصفات تتعلق بالسلامة والصحة وسلامة البيئة. نظام شهادات المطابقة يطبق على جميع المنافذ، أي منفذ في دول مجلس التعاون بالإضافة إلى دولة اليمن هي مسؤولة عن فسح السيارات بحصولها بعد حصولها على شهادات المطابقة. طبعا هذا المؤتمر هو مهم في هذا الجانب، لأن السيارات الجديدة بعد تعديلها يجب أن تحقق مستوى السلامة المطلوب. هذا الأمر لابد أن يتم عن طريق ورش ذات كفاءة عالية، يجب أن يتم من خلال إجراءات يتم اتخاذها من قبل الجهات المخولة بالمراقبة على هذه التعديلات. يجب أن يتم كذلك التأكد من سلامتها على الطريق والتحقق من عدم وجود أي مخاطر من استخدام السيارة بعد التعديل. ستقوم طبعا دولة الإمارات العربية المتحدة بإصدار لائحة فنية تتعلق بتعديل المركبات والطريقة السليمة ليتم ذلك، ونأمل حقيقة أن يتم كذلك تبنيها على مستوى دول مجلس التعاون. عندما يتم تطبيقها إقليميا سوف تفعل هذه المواصفة، سوف يكون لها الأثر الجيد ليتم تغطية جميع المركبات، جميع أنشطة التعديل، ليتم التحقق من كفاءة الورش التي تقوم بهذا النشاط. شكرا لكم.